دقيقتين؟ اه دقيقتين اكل في سانتو. ازاي دقيقتين؟ ماشي يلا. اسمع عاطف تمام؟ اه. فاصحابي بيقولوا عليا ان انا مليان عواطف. انت اصلا خريج فنون جميله ولا ايه؟ اه. ربنا يستر. فنون خفيفه. فنون خفيفه؟ اتفرج بقى. معلش ارجع ورا سنة كده بدماغك. لا بدماغك. ايوه. اه. اه يعني سنة فيه. في النضاره بقى يعني اه نزل. لا نزل نزل فيه. بس ما شاء الله عليه يا عم. ايه يا عمنا؟ يابا يابا ايه يا عم الشغلانه دي؟ ثانيه واحده. انا اهم من الشغل ظبط الشغل. ظبط الشغل. اه عواطف. مش عارف انت حياتك تخلص ازاي بصراحه. عواطف. هات موهبه. هات يا موهبه. يا عواطف ده ايه ده؟ ده انا؟ لا عواطف مفيش الكلام ده يا صاحبي. هدي كده بس الفريم. انا ما عملتش فريم النضاره بس كده. هو انا مش شايف غير حاجه غير ان انت يعني بتستظرف وبتطلع حاجه قدامك كتير قوي. بتستظرف؟ اه يا صاحبي بتستظرف. لا لا بستظرف يا معلم. ايه يا عم انت عبيط؟ مش عيب بابا. عيب ايه يا عم؟ خد 60 داهيه يا عم. ابعد كده يا بابا. ايه ده؟ انا هضربك لو على فكره والله العظيم. اوعى بس كده يا عم انت كمان. يا عم وقفني في الشارع هيجي يصور لي صوره ايه؟ بصور مقلب. بصور مقلب. بصور مقلب يا عم. يا عم صور مقلب في ايه؟ صل على النبي. بص هناك بيعمل لك باي باي. الكاميرا هناك اهي. في كاميرا تانية من الجنب ده. خلاص خلاص زيع. ماشي يا عم زيع. خلاص انت على فكره طلعت عيني. لو حابب نزيع قول زيع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حضرتك انا اسمي عاطف وبرسم في الشارع يعني برسم صور في الشارع يعني وكده. اه رسام. فانا عايز ارسم حضرتك وهدي حضرتك صورتك دلوقتي. أنا حضرتك ما حدش رسمنا قبل كده بس ماشي. لا صح. انا هرسمك. اتفضل هنا في مكاني هنا. اه مكانك هنا ده. اه نورت الرصيف يا عم العالم. بنورك بنورك يا حبيبي. بنورك بنورك بنورك. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. تسلم. على فكره حضرتك وشك سينمائي. الله يخليك. عارف استاذ طلعت زين؟ بتاع عارفه. ايوه 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 ايوه. عارف طلع انت؟ تعرف بقى ترسمني ولا ايه الكلام؟ اكيد حضرتك ولا نقاش وانا هرسمك. ماشي. ارجع بقى بدارك سنه كده وخد نفس. اخدت تمام. حلوه قوي حركه الحاجب دي. بجد؟ واحده؟ اه. مافيا مافيا واحده تاني. اهو. يا ولد. انا اول مره اجرب كده في حياتي فانا اكيد انت ممكن. انا عايز ارسمك بحضرتك ورك ورك ما تزعلش مني. ورك ورك يعني فنان يا عم. ماشي. ايوه يا بابا اضحك زمن. هات اه كده سنه بس يا ولد. بسم الله ما شاء الله. اه هنشوف بقى رسمت ايه. خلاص انا خلصت. خلاص وخلاص يعني في القايم. انا خلاص قايم اللي هو القايم دي. الفك. الفك اسمه فك. اه اسمه فك مش شايف. بسم الله ما شاء الله يا اسطى. الله اكبر. طب ماشي وريني كده انت عملت ايه وصلت لحد. امضي بس خلاص بقى كده. ماشي وريني. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. وريني كده. ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ حضرتك هو يعني اعمل ايه مع حضرتك ده؟ حضرتك ايه يا عم اللي انت عامله ده؟ ايه يا باشا في ايه؟ اللي انت عامله ده يا عم؟ واحد الله. ايه يا عم اللي انت عامله بس؟ تعالى لي بس كده. واحد الله. روق يا باشا. مين زد لك في وشك؟ روق يا باشا. روق. زد لك في وشك يا عم. روق يا باشا. تعالى يا عم كده بس صف كده. يعني دي غلطتها يا باشا. بس اللي انت بتعمله ده يا عم. اللي انت بتعمله ده يا عم. انت يا ابني اللي في دماغك يا ابني. انت جاي يا ابني. طب حضرتك حضرتك يا ابني مش شايل ناس. واحد الله. واحد الله. واحد الله. واحد الله. واحد الله. واحد الله. مقلب يا عم. مقلب ايه يا عم؟ اسمع حضرتك. اسمع مقلب ايه يا جدعان؟ مقلب ايه؟ مقلب ايه؟ مقلب ايه يا عم؟ صاحبك يا عم صورني موزه. ما تصعبش يا عم انت. طب بصني يا عم انت. واحد الله. واحد الله يا عم. ينفع انتوا بتعملوا ده؟ ينفع؟ بص كده. ينفع؟ في كاميرا هناك. ينفع انا كده يا جدعان؟ ينفع؟ ينفع اللي انتوا بتعملوه ده؟